السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيروسول يعرف باسم الهباء الجوي، وهو عبارة عن جزيئات دقيقة تنبعث من المصانع وحرائق الغابات والعوادم، السيارات المعلقة والتي تكون معلقة في الغلاف الجوي. وعندما تكون هذه الجسيمات كبيرة بما يكفي يمكن أن نلاحظ وجودها، لأنها تشتت وتقوم بامتصاص ضوء الشمس، الذي بدوره سوف يؤدي إلى التخليل من رؤية الضباب واحمرار شرق احمرار لون شروق الشمس وغروبها. ومن الجدير بالذكر أن انتشار الهباء البركاني له تأثيرا كبيرا على الغلاف الجوي للأرض، حيث أنه بعد اندلاع البركان تنبثث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت وحمض الهيدروكليد والرماد في الطبقات المتواجدة على الأرض، ومن ثم يتكاثف ليكون السحبة البركانية، والذي قد يسبب إلى أمور وتفاعلات كيميائية من الممكن أن تؤدي إلى عدة أضرار. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، إلى اللقاء.